أهلا وسهلا بيك في مجموعة قنواتنا ميديا اون اير. من فضلك اشترك في قنواتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الحسن بن الهيثم هو أبو علي الحسن بن الهيثم، ولد بمدينة البصرة في العراق، وكان من أكبر علماء العرب في الطبيعيات والرياضيات والطب والفلسفة والفلك، وفي العلوم الطبيعية كان من روادها، وقد سبق علماء عصره إلى كثير من الآراء في علم البصريات، فأثبت بطلان النظرية اليونانية التي تقول بأن الرؤية تحصل من انبعاث أشعة ضوئية من العين إلى الجسم المرئي، وأثبت عكس ذلك تماما أن الرؤية تحصل من انبعاث أشعة ضوئية من الجسم المرئي إلى العين، حيث تنفذ إلى داخلها فترتسم على الشبكية، فينتقل عصب الرؤية أثره من الشبكية إلى المخ في الدماغ. والحسن بن الهيثم هو أول من قال بأنه يمكن بالعدسة المحدبة رؤية الأشياء أكبر مما هي في الواقع،